في جهد كبير يعني الحقيقة، يعمل ايه تجمع الشتات اللي انت عملته ده. هو طبعا لاحظوا ان تقريبا ابطاله كلهم رحلوا، اللي رحل من تلت قرن واللي رحل من عام. يا ريت تتفضلي في البدايه بتقديم نفسك. يعني انا دكتوره في التاريخ يعني. اهلا وسهلا. الحقيقه شعرت بنوع من الحزن على الموقف النيل، ودلوقتي خصوص في دخلت عوامل سياسيه تأثر على العملية بتاعت إيراد النهر. وبعدين مع زيادة السكان محتاجين زي ما قال الدكتور، عاوزين نتسع اتساع على الصحراء بدل ما نتسع. دكتور رشدي سعيد هو عامل كتاب نهر النيل، وعامل أكثر من كتاب، عنده كتاب عن حياته، قصة حياته. وبعدين يعني احنا زي ما يكون في مأزق الحقيقه، لان بنعاني من مشاكل كتيره. عندنا مشكله اميه، عندنا مشكله حتى المتعلمين فيهم فينا نوع من الجهاله عندهم، ثم عندنا مشكله فقر، وبعدين في بقى عوامل خارجيه بتحاربنا كمان. فاحنا مصر دلوقتي يبدو انها في مأزق يعني. وبعدين يعني الواحد مش عاوز يتشائم تماما، فنقول اشتد يا ازمه انفري، فيمكن يجعل الله لنا مخرجا يعني. بس انا يعني عارفه، مش عارفه، انا بتاسف لما يجي مجلس كبير عريض ولا يتردد عليه احد. يعني ده بيكلف الوزارة كام مليون في الشهر ده، مش عارفة يعني. أنا حضرت ندوات كتير برضو، هم اللي بيجوا أنا، والمستفيدين الحقيقيين ما بيجوش. أنا عاوزة طبقة الشباب تيجي للأسف. يعني هنعمل إيه إحنا يعني؟ والله للأسف يعني. طب يعني ده منظر يعني. لك طبعا يعني المسألة، الواحد حزين من كل ناحية يعني الحقيقة. يعني الواحد نفسه يشوف بلده يعني بوضعها الحقيقي. مصر دي ضرة العالم، أنا مسميها عناصية، واخدة ناصية العالم ولا لا؟ فيها البحر، فيها النيل، فيها الواحات، فيها الجزر، مش واخدة يعني، متكاملة، قارة متكاملة يعني. فازاي يبقى وضعها بال طيب يعني بتهيألي كل واحد يبحث عن مسؤوليته المباشره يعني ويؤديك. مين اللي يبحث عن مسؤوليته؟ كل واحد بلا استثناء. يعني ما فيش دوله في الدنيا ليه يعني؟ ليه احنا متاخرين؟ لان احنا ما بنعملش لعلينا خطا. مين اللي ما بيعملش؟ بالمصريين كاف يعني، لم يبنوا مؤسساتهم كما تداولنا في الفيلم، لم فقدوا قدراتهم اللي مكنتهم. لا لا خليني اكمل الجمله. فقدوا قدراتهم اللي مكنتهم ان هم يبنوا اول دوله في التاريخ ويصنعوا اعظم حضاره لما كانوا يعملون معا، مش بيتنحوا، او كل واحد بيفتكر ان هو ما يعني يزول خارج اللعب.